شو في بالحمام؟ بالحمام في ولد، في ولدين، ولد واقف على السجادة، مظبوط؟ سجادة لونها أزرق وبرتقالي. ولد لابس بنطلون جينز أو بنطلون أزرق، ما بعرف شو هذا البنطلون، ومن فوق هو مش لابس ولا إشي. وهذا الولد ماسك فرشاية أسنان ومعجون أسنان، هو بفرشي بسنانه، ولد بفرشي بسنانه. كمان الولد حافي مش لابس ولا إشي بإجره. وكمان في قارب على السجادة، قارب لونه أزرق وأبيض. ولد تاني جوا البانيو، احنا بنسمي هذا بالعربي بانيو. على البانيو في صابونة، في أنينة شامبو، في إسفنجة أو ليفة، وفي بطة بلاستيك لونها أصفر. اوكي، ايش في كمان؟ وهذا دش، احنا بنسمي هذا الدش. وفي حنفيتين، هاي حنفية وهاي حنفية، في حنفيتين. في بالحمام كمان في مغسلة، هاي اسمها مغسلة. المغسلة كمان في عليها حنفيتين، في كاسة لونها أحمر، جوا الكاسة في فرشايتين أسنان. ما بعرف، هذا اسمه مقعد الحمام. وهون في وراء الحمام وفرشاية، فرشاية للحمام. فوق المغسلة في خزانة صغيرة، خزانة صغيرة في جواها أغراض، باب مسكر وباب مفتوح. فوق البانيو في شباك، البرداية لونها أصفر، هاي برداية لونها أصفر. وفي نبتة صغيرة، وفي كمان قارب. شباك مسكر مش مفتوح. جنب الشباك في رف عليه بشكير، في عليه ثلاث بشاكير، بشكير بشكير بشكير، في عليه ثلاث بشاكير. هون في علاقة، تحت العلاقة في تدفئة، تدفئة هاي تدفئة. قدام التدفئة في كرسي وعليه مسجل، عليه مسجل. أظن هيك حكينا كل شيء في الحمام خالص.